هيدي خبرية. خبريتنا لليوم عن اللبنانيين بالاغتراب. فوافق مجلس الوزراء الإسباني على تسمية النائبة عن الحزب الاشتراكي بمدريد والأستاذة المحاضرة بجامعة كارلوس اللبنانية الأصل هنا جلول كوزيرة للهجرة بحكومة بيدرو سانشيز. جلول ولدت بزاراغوزا بإسبانيا من بي لبناني من بيروت وأم إسبانية، وعمرها 41 سنة، وهي حاصلة على شهادة دكتوراه بقسم العلاقات الدولية والقانون الدولي من جامعة كومبلوتانس بمدريد، وهي حالياً عم تدرس مادة الإرهاب الدولي بجامعة كارلوس ثري. وتعتبر جلول خبيرة بالقانون الدولي والإرهاب، ورح تكون جلول مسؤولة عن تصميم السياسات والمشاريع الناجحة اللي بتعزز الهجرة المنتظمة والمنظمة، وهي بتهتم كتير بقضايا لبنان والشرق الأوسط مثل ما نقلت الصحافة الإسبانية عنا. يعني صار للبنان وزيرة بإسبانيا. فيكن انتو كمان تكونوا مشاركين بهذا البرنامج وتبعتولنا خبريات حلوة كل يوم عبر الكومنت. وعملولنا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك.